طبعا هذه احدى العصارات تبتلع السمان، تبحث عن الراس، وجدت الراس تبلع. عشان كيف عملية البلع؟ عصلة بورمس ما شاء الله تبارك الله. اذا اكلت اثنين طبعا توني جاي من محل اذا اكلت اثنين بطنها منفوخ. شوف كيف تبتلع، لا اله الا الله. عصلة البورمس البلدية تبتلع احدى الطيور السمان. شوف كيف فاتحة فمها وداخلة راس البريدة تبتلع، لا اله الا الله. كيف تسحبه؟ سبحان الله. نزلت ما نشوف تبتلع شريفتها، لا اله الا الله. طبعا تعاني من الاكل، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه. الحمد لله، هذه نعمة من الله، إن الله أعطانا أيادي، أعطانا الطبخ والنفخ والعقل. شوف هذه لا أيادي ولا شيء، بس فمها اللي تتحكم، فمها وفقراتها وعضلاتها تسحب فريستها طبعا عن طريق البلع مع الفك. أمشاطها تدخل رأس الفريسة، وبعدين تبدأ. نواصل معكم المقطع طبعا. شوف كيف واضح، شوف كيف تبتلع فريستها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الثعابين عندنا السامة والغير سامة، هذه طبعا من الأصالات العاصرة البورمس الأفريقية. طبعا هذه عاصرة تمسك فريستها تعضها وبعدين تلف عليها، ما عندها سم. طبعا عاصرة تلف وتضغط على فريستها حتى تتمكن من قطع فريستها، بعدين تبدأ بفتح الفم. إذا ماتت فريستها تفكها، تفتح فم الأصلة هذه الثعبان، يفتح فمه يدخل رأس فريسة أولا، ويقوم بسحبه بالأمشاط والعضلات ويسحبه سحب لين يكتمل ابتلاعه. شوف كيف ما زالت تحاول في فريستها. نقول لكم الحمد لله الذي فضلنا، الحمد لله البشر فضلهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيادي وبهذا العقل والطبخ والنفخ والقدور والمطاعم والمطابخ والتنوع في الأكل. هذه سبحان الله تفترس الطيور، بعض الحيوانات الثدييات منها، وزي ما قلنا لكم تلف على فريستها وتضغط عليها حتى يوقف نبض القلب وحركة الدم وحركة التنفس، بعدين تبدأ بفتح فكها والبحث عن رأس فريستها. تفتح فمها بعدين ايش؟ تبدأ بإدخال رأس فريستها وسحبها حتى تكتمل من أكلها. شوف كيف تعاني، لا إله إلا الله. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نواصل معكم هذا المشهد. سبحان الله ما شاء الله تبارك الله. الأصل البورمس، شوف الفم سبحان الله كيف تضغط على فريستها وتسحبها بفم. هذا الفم إذا مشى شوي طبعا تسحبها وتجره مع الأمشاط وعضلاتها، تضغط بعضلاتها وفكها وتسحب فريستها. الأصل البورمس، تصوير كابتن فيصل عسيري، مدينة أبها، حديقة الحيوانات. عالم الحيوانات عالم عجيب وجميل، وخلق الله سبحانه وتعالى للتوازن.
طبعا المفروض ينشال. شوف شوف كيف سحبتها، نجيبها من جهة أخرى. تعاني في بلع هذه الفريسة. هذا السمان طبعا، هذا فني. شوف 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 هذا كيف بلعته، لا إله إلا الله. هذه عملية توثيق لأكل سبحان الله، لأكل هذه الثعابين. كيف سبحان الله، طبعا شوف كيف، شوف كيف، لا إله إلا الله. شوف السمانة طبعا أخذت معها بعض الحشائش. شوف رجول السمانة، شوف كيف تسحب، لا إله إلا الله. يا ساتر يا ساتر، سبحان من خلقك، سبحان من خلقها، سبحان الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. تحياتي لكم جميعا، الكابتن فيصل عسيري، حديقة حيوانات مدينة أبها. تابعونا لمزيد من التوثيق. شوف كيف تعاني وكيف تضغط جسمها عشان تسحب فريستها، لا اله الا الله. تتعب والله، تتعب أسنان. طبعا رجعت إلى حالتها الطبيعية. شوف كيف تبتر تمشي السمان. هذا طيور السمان طبعا، أعطيناها يمكن الآن ثلاثة وتاكل سبحان الله، تبلع. رجعت لطبيعتها، استنى. شوف كيف تجر، تضغط نفسها عشان تمشي. لا اله الا الله، سبحان من خلقها، سبحان الله العظيم. طبعا تضغط 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 حتى تنزل الوجبة. شوف لسانها، شوف حركتها، سبحان الله.